وتقول فوالله شجاعة، وتقول فوالله ما فريت إلا جلدك، ضر نفسك مو ضر إدنا وإنما ضرت نفسك، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولقد علمنا من هو الذي سول له، شي تقول وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، من هو الذي سول له ومكنه من رقاب المسلمين؟ علمنا أن من سول له ونصبه حاكما ومكنه من رقاب المسلمين هو الاستعمار الذي كان متمثلا يومئذ بالدولة القيصرية البيزنطية الرومانية. المهم أننا هل نستطيع، لاحظوا جدا فكرك يمي، المهم أننا هل نستطيع أن نتصور في هذا العصر وفي كثير من العصور أن نتكلم، أن يتكلم فرد مهما كان مهما أمام أعلى مسؤول بالدولة من ملك أو إمبراطور أو دكتاتور أو رئيس جمهورية أو أي حاكم، أن يتكلم مثل هذا الكلام ويعطيه حقه بيده وأمام عينه وأمام عينيه وفي منزله وأمام حاشيته وشرطته ومؤيديه؟ يا زينب وين كانت؟ في براني يزيد بن معاوية، هذا متعذر بكل تأكيد، حتى في البلدان، لاحظوا هذا متعذر بكل تأكيد، حتى في البلدان التي تدعي الحرية والديمقراطية كفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وغيرها، فإن الحرية الشخصية مكفولة هناك نسبيا أو شكليا، وأما المناقشة في نظامهم والاعتراض على مسلماتهم وأسس سياساتهم وأسرار دولهم فهو ممنوع قليلا كان أو كثيرا، وليس فيه أي حرية كائنا من كان، وإن رغمت آنافهم نقول ذلك. ومن ذلك